شن محامي المحتجزين الكويتيين في غوانتنامو الكولونيل باري وينغارد هجوما لاذعا على الخارجية الكويتية واصفا الموقف الكويتي تجاه القضية بالضعيف. وفي اتصال معه طلب المحامي وينغارد الحكومة الكويتية باستخدام نفوذها لإطلاق سراح مواطنيها قائلا إن المحتجزين لن يقدم للمحاكمة أبدا واصفا حالتهم النفسية والصحية بالصعبة. Greetings from Guantanamo Bay, home of Fayez al-Kandari and Fawzi al-Loda for the last 10 years without charge. تحياتنا من سجن غوانتانامو منزل فايز الكندري وفوزي العودة منذ 10 سنوات. I've been meeting with the boys all week and I promised them that I would pass along. لقد التقيت بالفايز وفوزي هذا الأسبوع وطلب منا أن نوصل للشعب الكويتي تحياتهم بمناسبة حلول قروب حلول شهر رمضان المبارك. As for the physical condition, Fayez suffers from excruciating pain in his neck. بالنسبة للحالة الصحية لفايز الكندري فهو يعاني من ألم حاد في رقبته. The condition that happened in 2006 when he was stomped on by a soldier. وهذا بسبب سوء المعاملة التي حدثت منذ 2006 على رقبته. Fawzi suffers from years of being force-fed with the. أما فوزي فهو يعاني من ألام مبرحة بسبب إجباره إرغامه على التغذية بواسطة أنابيب في أنفه وفي معدته. So as far as the physical condition, both are very poor. بالنسبة لحالتهما الصحية فهي رديئة جدا. As to the psychological well-being of the boys, they're as good as could be expected from 10 years in a cage. أما بالنسبة لحالتهما النفسية فهي أيضا رديئة جدا لأنهما في سجن منذ 10 سنوات. Without having an opportunity to have their cases heard before any court. بدون أي فرصة للحصول على أي محاكمة أو على أي شيء آخر. A technical procedure. Well, I can tell you that dropping the charges is the first step in anybody. إن إسقاط التهم عن فايز الكندري هي خطوة أولى مهمة. تمهيدا لإطلاق سراحه. في 29 حزيران من الشهر السادس أسقط التهم فايز الكندري. He and all the brothers in his jail block were happy and congratulated him. ولقد عبر عن فرحه الشديد هو وأخوانه في السجن عندما علم بهذا الشأن. Unfortunately, the following day, the Kuwait government issued a statement. لكن لسوء الحظ أدلى السفير الكويتي في اليوم التالي أي في 30 حزيران الشهر السادس بتصريح آخر. In the statement was issued by the Kuwait ambassador in Washington, in which he said it was. السفير الكويتي في واشنطن قلل من شأن هذا الموضوع وقال أن هذا العمل مجرد روتيني وإجراء صوري والشكل فقط. Having met with Fayez this week, he reports that the atmosphere in his block went from one of happiness to that of a funeral. هذا ما شعر فايز بالإحباط الشديد عندما سمع بتصريح السفير الكويتي في واشنطن بأن قلق من هذا الشأن. And the brothers came to him and apologized for the fact that his government would issue such a statement after. وطبعا جميع أخوان فايز في السجن قالوا له نحن نعتذر بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لتصريح السفير الكويتي في واشنطن. Instead of taking the position that it's illegal to hold people for 10 years without charge. وطبعا بدلا من أن يصف السفير الكويتي بأن هذا إجراء مهم جدا وهذا تمهيدا لإطلاق السراح. In support Fayez's defense team of Adel Abdelhadi. وبدلا من أن يدعم السفير الكويتي محامي الشرعي لفايز وهو الأستاذ عادل عبد الهادي. The Kuwait government takes the opportunity to explain that they should get their hopes up. إن الحكومة الكويتية قبلت من الشأن وقالت أن هذا فقط مجرد إجراء روتيني. وإجراء صوري وشكلي. Or condemn the United States for its actions. وطبعا بدون أي يندد بأعمال الإجراء الحكومة الأمريكية. But on behalf of his legal team, Otto and myself, we are ecstatic that the charges were dismissed. نيابة عن الفريق الشرعي فريق الدفاع لفايز الكندري. أنا العقيد باري وينغارد والأستاذ عادل عبد الهادي نحن فرحان جدا بالنسبة لهذه الخطوة المهمة وهي إسقاط التهم عن فايز الكندري. And we've committed to the boys, we will see them out. ونحن نلتزم أن أبناء الكويت سيطلقا سراحهما قريبا بإذنه تعالى. At all with anything, Fawzi al-Loda, sir. Well, Fawzi al-Loda's case is a disgrace.
للأسف فإن قضية فوز العودة هي مثابة عار. In the very beginning, we've always asked the question, what would happen if the situation were reversed? منذ البداية قلنا ماذا يحدث إذا كانت الأمور مختلفة؟ If the Kuwait ambassador, if the United States ambassador would issue a statement, إذا السفير الأمريكي أدلى بتصريح to American على سبيل المثال. إذا على سبيل المثال هناك أمريكان محتجزين في الكويت with 10 years and no charges, would they agree to allow هي 10 سنوات بدون أي تهم بدون أي محاكمة هل هذا الشيء مقبول؟ And let me say this at this point, Tunisia, the Taliban, وفي هذا الصدد يجب علي أن أقول لكم سيدتي أن حاليا تونس مصر السودان وأيضا حركة طالبان You don't have to be a world power to have diplomacy. لا يتوجب عليكم أن تكون قوة عظمى بحيث تقوم بمفاوضات دبلوماسية. I've reviewed the cases of Fayez and Fawzi. أنا لقد رجعت قضية فايز وفوزي فوزي. And in my expert opinion as an attorney. وحسب خبرتي القانونية كمحام عسكري. I can tell you that neither will get a trial ever. أنا أقول لكم بكل صراحة لا فايز ولا فوزي سيكون لهم أي محاكمة إطلاقا. And if the Kuwait Foreign Ministry continues its weak position. وإذا وزارة الخارجية الكويتية ستظل في موقفها الضعيف I believe both boys will be indefinitely detained for the rest of their lives. أنا باعتقادي سيكون فايز وفوزي في معتقل غوانتانامو إلى أجل غير مسمى. By its strongest ally that houses 13,000 troops in. ونحن نعلم جيدا سيدتي أن الكويت حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وهناك الآلاف من الجنود الأمريكيين موجودون حاليا في الكويت. And in spite of the fact that Kuwait has built a multi-million dollar rehabilitation center at the behest of the United States. ونحن نعلم أيضا أن دولة الكويت بنت مركز السلام التأهيلي الذي كلف الحكومة الكويتية الملايين من الدنانير United States continues to recognize Kuwait's demand. ومع ذلك لم تحرك ساكنا الحكومة الأمريكية بسبب الموقف الضعيف لدى الحكومة الكويتية I submit to you that a dismissal was more than a technicality, Mr. Ambassador. وأنا أقول لكم سعادة السفير الكويتي في واشنطن إن هذه إسقاط التهم عن فايز الكندري هو إجراء مهم وهو خطوة مهمة وليس فقط إجراء تقني أو صوري كما قلتم. Or the foreign ministry to do. What's your advice to them? My advice is that they get over this language of technicality. أنا نصيحتي إلى الحكومة الكويتية وإلى وزارة الخارجية الكويتية بالذات أن يكون لكم دورا قويا فلينظروا إلى المرآة ويقولوا لنفسهم ماذا إذا كانت الأمور مختلفة تماما ما إذا كان هناك محتجزين أمريكيين في دولة الكويت وتطلب الحكومة الأمريكية إفراجهم قوموا بعمل فعال من أجل أبناء الكويت من أجل أن يطلق سراحهما اطلب احترام الكويت تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإذا لم تستطيعوا القيام بذلك فعليكم أن تعينوا شخصا آخر يستطيع القيام بهذا الدور القوي سيد الكندري asked what is the way ahead sir let me tell you my client is still in an animal cage بكل صراحة سيدتي إن موكلي لا يزال في قفص الآن The simple fact of the matter is in Guantanamo Bay they're making up the rules as they go. وهنا في سجن غوانتانامو في كوبا يقومون بإصدار القوانين كما يشاؤون. I along with Otto committed to Fayez that we will stick with this one. أنا العقيد باري وينغارد مع شريكي الأستاذ عادل عبد الهادي ملتزمان إلى أبد الأبدين لإطلاق سراح الأولاد أبناء الكويت. And by default we make Fawzi makes four. وطبعا فايز وفوزي. We will get them released and we will not abandon them. ولن نتخلى عنهما أبدا إطلاقا سيدتي. سنقوم بعملنا الدؤوب وخدمتنا المتميزة لكي يتم إطلاق سراح أبناء الكويت من مسجن غوانتانامو. And we would hope that the people of Kuwait would keep them in their prayers during Ramadan and pray for their release. ونتأمل من الشعب الكويتي الشقيق أن يفكروا جديا ويكونوا في صلواتهم خلال شهر رمضان المبارك ليفكروا بفايز الكندري وفوزي العودة إن شاء الله إن شاء الله